الاصلاح ديال السوق القديم استبشاره في الاول التجار خيرا ان السوق يولي في حله جديده كباقي الاسواق اللي في المغرب كباقي الاسواق اللي في المغرب بحال الاسواق ديال فاس بحال ديال الرباط. لكن للاسف اولا البدايه ديال الاصلاح قالك ما صالحت بدايته وصالحت نهايته. للاسف بدايه الاصلاح كانت سيئه جدا. علاش؟ يعني الجماليه اولا في عمليه الاصلاح مفقوده، طريقه الاصلاح عشوائيه. ثالثا النقطه السلبيه هي عدم احترام التوقيت. يعني اتفقوا معنا على شهر ونص غادي يديروا النصف ديال السوق، فاذا بينا جلسنا 6 شهور، مما ادى بان كثير من التجار تعرفوا واحد ضيق مالي كبير، وان حتى المدخرات ديالهم للاسف شحال من واحد مسكين سال المدخرات ديالو اضطر انه يتسلف من الابراك. هذه واحد الازمه خلقها لنا المجلس البلدي السابق. للاسف كنا جلسنا معاه ودرنا معاه لقاءات ماراثونيه مع المجلس البلدي، لكن للاسف يعني مازال هادشي متوقف. حنا دابا ماشي تنطالبوا في استكمال فقط الاصلاح، تنطالبوا غير الورش الاول اللي هو الشطر الاول اللي تم الاصلاح لم يكتمل بعد، وخلونا بعض الخطورات اللي خطيره. اولا الجماليه ما كايناش، البيبان اللي خصهم يتعاودوا ديال السوق التهديم اللي هو تيزوروا للاسف على الاقل يوميا 200 سائح، هو الباب في واحد الابواب هي غير يعني غير لا النظافه لا الجماليه ما كايناش. الان حنا ننتظر، درنا طلب للسيد بحجي رئيس المجلس البلدي اللي تنتمناو انه يتدارك اخطاء، ونتمناو انه يعني يستكمل بعد الورش الاول، ولما لا تزيد شي حاجه في الميزانيه باش على الاقل دار واحد الجماليه، لان هذا هو الوجه ديال مدينه مكناس. تنعرفوا كاين اسواق كبرى في العالم هي الوجه ديال المدن، لا في تركيا لا في ايطاليا، اسواق تاريخيه اللي عندها 100 سنه، هذا السوق تقريبا عنده 100 سنه، اذا خصو يكون تيعبر على هذا القرن ويعبر على هذه الجماليه ويعبر على الذوق ديال المكنسه. الا دخلتي لهذا السوق تلقى التجار مثلا مستفي العطريه بواحد الطريقه جماليه، تلقى الزيتون مستفي بواحد الطريقه جماليه، تلقى التميرات تبارك الله يعني تيبدعوا التجار في تستيف داك التمر مما تيدوز السائح تيتلف تيشوف يعني المنتوج الوطني. حنا نهضروا على التثمين وتثمين المنتوج الوطني، هذا السوق داخل في هذا الاطار ديال التثمين. اذا شنو خصنا؟ خصنا المحيط، خصنا الاطار. شنو هو الاطار؟ هو السوق، هو الاصلاح. هنا النداء للغرفه التجاريه، نداء للصناعه التقليديه تدخل وتعطي البصمه ديالها. تنتمناو انهم يفتحوا الباب للصانع المكناسي يدخل هذا السوق يعني يبدع. عندنا خطوره اخرى اللي ما يمكنناش نساوها، هو انهم صلحوا السوق وخلاو الاسلاك ديال الكهرباء مرميه فوق الخشب. هاد الاسلاك ديال الكهرباء اللي مرميه فوق الخشب ممكن تدي بحريق للسوق، الله يستر لا قدر الله. تنكونوا جالسين تسمعوا العافيه تتنوض، تسمعوا يعني شي مرات حتى جا واحد نهار الاطفاء وطفاو العافيه ديال السلوكه ديال الضوء. الا شفتوا الان ودرتوا شي جوله في السوق غتشوفوا هناك خطوره. يعني هذا نداء، هذه استغاثه للمجلس البلدي اللي وجهنا له الان رساله لطلب عقد لقاح بخصوص استكمال كجمعيه حنا بحقوق استكمال الاصلاح. نتمنوا انه يبادر معنا ويمد لينا يدو، حنا مادين يدينا وتنتمناو فيه الخير. حنا دائما ايجابيين، ما تنقولوش راه زعما كاين هذا المجلس خايب ولا شي، بالعكس هاد الناس تنتمناو فيهم غير الخير، ومازال ربما الفرصه ما جاتش باش تواصلوا معهم. هذا نداء لهم يجلسوا معنا ويستكملوا يعني الورش ديال الاصلاح، ويشوفوا هذه المساله ديال الكهرباء اللي ولات خطيره تتهدد يعني الامن السوق. ربما الله يستر لنا نشب اي حريق في هذا السوق، راه ممكن يؤدي بواحد الكارثه يعني كبرى لواحد يعني التجار وحتى لمدينه مكناس باعتباره مرتبط بمجموعه اسواق بالسكاكين اللي ادي الله يستر شي مال ويحمد عقبه. هذا نداء تنوجه لهم وتنطلبهم باش انهم يعني الا كانوا تيعتزوا بالثروه الوطنيه والمنتوج يعني وبتثمين المنتوج المغربي اللي كاين هنا، الزيتون وكاين التمر كاين الزيت البلديه كاين الخليع كاين السمن، هذه المنتوجات الوطنيه اللي الان تتباع في هذا السوق، نتمناو يدخلوا ويديروا البصمه. لا صانع التقليدي المكناسي يسمحوا له بانه يدير البصمه، ولا كذلك انه يتكمل الورش ديال السوق، لان هذا الوجه التجاري ديال الحضاري ديال مدينه مكناس. حنا على مقربه من واحد 30 ولا 40 متر من باب منصور، يعني نحن امام اكبر معلمه حضاريه في مدينه مكناس ومن اجمل المعالم الحضاريه في المغرب كامل. يعني هذا السوق سيكون حتى هو يعني يدخل في هذا الاطار في المحيط، لانه شنو هو التثمين؟ هو تثمين المحيط، هو ان هذا المجال السياحي اللي تاريخي كاع اللي ما هو الدوله خسرت ميزانيه كبرى. الان مكناس سيعرف واحد اكبر اوراج الاصلاحات على مستوى يعني تثمين مدينه مكناس تاريخيا وحضاريا. اذا نتمنوا ان يعني المسؤولين يشوفوا بعين الرحمه لهذا السوق ويستكمل الورش الاصلاح بالمعايير وبالجوده، لان كلشي الان تيهضر على الجوده لصالح وغادي يرجع بالخير. لا كلشي غيرجع بالخير، لا على الاقتصاد الوطني ولا على الانسان المكناسي اللي هو في حاجه لهذا الاستثمار في هذا السوق.